تعتبر التمرية من أكثر أنواع الحلويات انتشاراً في مدينة السلمية، وهي من الحلويات الغنية بالفوائد الغذائية، ومنها التمر، ولها طرق مختلفة في طريقة التحضير. نقوم بصناعة مقطوعة التمر المؤلفة من طحين وسمنة وفانيلا وسمسم وتمر وماء وسكر. نقوم بوضع الطحين والسمنة والماء في العجان لمدة ربع ساعة، ومن بعدها نضع الماء والسكر لتكون جاهزة العجينة. نقوم بوضع العجينة على الدف ونقوم بالعمل بها، ثم ندعك السمسم بالماء والسكر والفانيلا، ومن ثم نعجن العجين جيدا ونضع التمر داخل العجانة، ومن ثم نمد العجين فوق السمسم حتى يأخذ الأصبع الطويل، ثم نضعها في الفرن بدرجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق. هاي المقطوعة التمر معروفة إنه هاي المرغوبة لأنه فيها مادة التمر المغذية، وكل عام وانتم بخير. التمرية هي حلوى تقليدية مشهورة في مدينة السلمية. للإخبارية السورية محي الدين فهد.